بات اف ام 58 دقيقة بعد السابعة متواصلين معكم مستمعين الكرام، ونمشيوا للجزء الثاني من حصتنا اليوم، ونستقبلوا معنا ضيفنا صديقنا محمود صالح عن جمعية عن كشافة فوج كشافة مناستير طب الأسنان. مرحبا بك سي محمود. مرحبا بك سي عبد السلام. مرحبا بكل مستمعي رباط اف ام. حبيت نبدأ المداخلة متاعي من آخر معناتها كلمة قالها سي أحمد غديرة. التطوع هذا راهو مفهوم التطوع راهو مش سهل، وأنا كنت حاضر تقريبا في كل المبادرة اللي عملها من الأول للآخر. حبيت نقول للسيد هذا بارك الله فيك، خاطر من جيبه ومن صحته وقدم الكثير. وأزرقون الكبير كبير، فهمت؟ وشكرا لكل المساهمين معاه اللي زاد كيف أعطاو من جيبهم، وبارك الله فيهم. هذه النقطة الأولانية. النقطة الثانية خلينا نحكيو على ساعة، عرفنا بفوج طب الأسنان، فوج كشافة المناستير اللي هو القائد سي مراد البنزرتي، تحية ليه، ويتابع فينا على المباشر توا. دونك نحكيو شوية على الكشافة، ونحكيو شوية على أنشطتكم، مختلف الأنشطة ساعة قبل ما نوصلوا للكورونا ولنقطة التجميع، ودوركم ككشافة في تجميع المساعدات مع اللجنة المحلية ومع الناس اللي قاعدة تخدم فيها العمل التطوعي هذا. فوج المناستير وكلية طب الأسنان بالمناستير القائد نتاعو معناتها مراد البنزرتي، واني فرحان ياسر اللي موجود مع ثلاثة قوات، سي يسري البواب، سي مهدي معطلة، كيف كيف سي مصطفى بكير، اللي كانوا معناتها قوات في الكشافة. القائد مراد البنزرتي قائد فوج المناستير كلية طب الأسنان. اللي معاكم اليوم هو ملازم قائد فوج المناستير. نشأة الفوج معناتها عام 1996، تقريبا أكثر من 24 سنة نشاط متواصل. كما نعرفوا معناتها جميع الوحدات موجودة، من زهرات، أشبال، مرشدات، جوالة، دليلات. هو معروف بالعشائر، بالضبط هو معروف بالعشائر الطلابية، والعشائر الطلابية تتميز خاصة بالعمل التضامني الصحي على مدى معناتها السنة الجامعية الكل، فهمتها. تقريبا عندنا أكثر من 1050 تدخل في العام. كيف كيف يمتاز هذا بالمؤتمر العلمي للعشائر الطلابية. حبيت نرجع للموضوع اللي احنا فيه ساعة، معناتها احنا لأول مرة تونس جابه وباء كيما هكا في فترة العولمة، والشيء هذا معناتها يتطلب توحيد الجهود، وذلك علاش احنا مع موجودين كفوج كشافة مع جمعية أزرقنا الكبير، موجودين مع اتحاد التضامن، اتحاد الوطني للتضامن الاجتماعي، اتحاد الجهوي للتضامن الاجتماعي. كيف كيف حبيت مع تنحيي من هوني من منبر هذا متاعكم القيادة الوطنية اللي هي خلت لنا الفرصة باش نكون موجودين اليشيل ريجيونال. وكما تعرفوا الكشافة كانت هي من أول المبادرين، ديجا معناتها سير تيران تقريبا أول منظمة في تونس بدات تخدم. باش تقول سي عبد السلام. هذا نتفاهم معاك على السلامة. بالنسبة للكشافة التونسية جهة المناسية يعني فوج الكشافة طب الأسنان، ما شفناهمش في الكورونا، كان في المركز هكا، ولكن كانوا متفرعين براتيكومون يوم بيوم وبجنب مع كل الليجان الموجودة. تلقاهم في البوسطة ينظموا في الصفوف، تلقاهم في قدام البنوك، تلقاهم في التراساج، تلقاهم في المركب الثقافي موجودين لهنا. حتى الأزياء متاعهم أزياء واضحة للعيان، وتعرف أنت من القائد تشوفوا بالزي متاعو فريمون حاجة برق. مصطفى تو يحكي بالجانب الكشاف اللي فيه، راهو مصطفى بيدو كشاف، يعني الجانب التنظيمي موجود، الجانب القيادي موجود، وبوه لا يرحمه قائد كبير في الكشاف، الله يرحمه ويسامحه. تحياتنا لسيبو البابا زميلنا حاضر معنا في الكشاف، يعني رفع شعار
ثالثة ثالثة مش رابعة ثالثة. ذاك الصراحة كشافة برد بالك. احنا الصراحة والتضحية والإخلاص مش حاجة أخرى. ثلاثة ثلاثة يعني الشعارات اللي بالرسمي موجودين. يسري كشافة طبيعة. لهنا شوف الاستراتيجيه نتاع الكشافه من بين الحاجات هو التطوع، يعني اهم حاجه التطوع. التطوع في كشافه ايمان مستعد هو شعار. لهنا مش باش نفك الكلمه من محمود، ولكن مدبه سمعوا من بالمبادرات التطوعيه من اول العباد اللي حبوا يكونوا متفاعلين وحبوا يكونوا منظمين صلب اللجان الجهويه، يعني العمل نتاعهم اول حاجه عمل منظم، عمل استراتيجي، عمل عنده قيمة برشا. ولهنا نحب نشكرهم بصيفتي. بون كنت في التو ما زلنا في الكشافة، احنا اجيال كبيرة تربينا على تضحية في سبيل الوطن فقط لا غير. يعطيك صحة، هاي شهادة جاتك سي محمود من مصفرة وما يلقيش الورود هكاك، معناها إذا كان قالك حاجة مصفرة وشافها وعينها وحكي عليها بأمانة. حبيت نقول الأنشطة دي كل كيراي كانت ترافي دو جروب، رغم كي نحكيو على أزرقنا الكبير ونحكيو على الكشاف ونحكيو على اتحاد التضامن الجهوي، معناتها راهو نحكيو على عناصر معناتها عندها تجربة، عندها تجربة معناتها كبيرة ياسر. مانيش باش ممكن ما فيها باس نسميو الأسماء، معناتها كي نحكيو على كيما سي كمال حرز الله، كي نحكيو على سي فرج، كي نحكيو على معناتها ياسر أسماء، معناتها صراحة نحكيو على سي مصطفى بكير، نحكيو على سي أحمد السوقي، الناس هذوما كل كي تعرف معناتها مفهوم التطوع، ومفهوم التطوع هذايا راهو معناتها من الصغير معناتها معناتها يلزمك تتربى عليه وتتشبع به وتتشبع به، فهمت؟ معناتها احنا كي نحكيو على القائد حمادي بكير الله يرحمه، معناتها راهو قمة معناتها في والد زميلنا مصطفى سلام سلام قبل القائد المزري دبابي، القائد حسن اسطنبولي، حميد دريمة، برشا قادة راهو فهمني. وانا حبيت نشكر هوني معناتها من المنبر هذا أول مرة، معناتها مقصد البابا يعرف القائد محمد ناجي صالح زاد كيف كيف اللي هو قائد فوج درا ليش والولد نتاع والولد ربي يفضل سيدي فوج فوج المجاهد الأكبر معناتها في الخمسينات، معناتها هذا هو معناتها معناتها اني زلت بيدي ولد قائد. نعرف بولبابا يعرف التاريخ هذا، ما نعرفش اذا كان بولبابا ينجم ياكد لنا كلامك سي محمود ولا هذا معناها تشكر في روحك وتشكر في الكشافه وتشكر في العائله ولا شنو الحكايه؟ قبل كل شيء مرحبا بك، مرحبا بكل الساده المستمعين على غرادة. انا جيت في الكاميرا جيت نركع في الكاميرا وفي ستريمينغ. تحياتنا سي مهدي معطلة اخونا وصديقنا المندوب الجهوي للثقافه، واللي انا نعرف حتى اللي هبط اليوم على الفيناتر معناها نتاع الانشطه الثقافيه في الصفحه نتاع الفيسبوك، وكل ما جاء على السيده وزيره الثقافه والسيده من خلالها هي للمدير الديوان واللي هبط اليوم في الفيناتر، قريته وشميت فيه ريحة بعض الطموحات اللي كانت عند السيد المندوب، ونعرف مدى معناها العمل متاعه ومدى جدية العمل متاعه وقداش يحب يشرك الجهة، وهذا امتداد للأجيال اللي سبقتنا قبل. وقت اللي نحكيه على والد سي محمد صالح، نحكيه على سي ناجي، يعني نحكيه على راجل أنا نعرف وعشت وخبرت السيد منيح منيح، اللي وقت اللي يتقلق دمعته تهبط حسرة على بلاده. معناها عمل تطوعي، يعني مفهوم التطوع في سبيل بناء فكر جديد للنشأة وللشباب وللروح، ناخذ من عندهم دروس، معناها هذوما بالحق الناس اللي لازمنا ناخذ من عندهم دروس. فتحية لليه الوالد نتاعك، وان شاء الله ربي يوفقنا باش نجموا معناها سيناجي وامثاله هو إذاعة الرباط اليوم تعمل لهم برنامج في خصيص في رمضان وتكرمهم بالحق، لانه عندك ما تسمع منهم وعندك ما تتعلم منهم وعندك ما تشوف منهم. معناها انا نتذكر وقت كنت في تونس في مناسبه وجاء سي ناجي بحذايا، ما قعدناش نحكيو، القعده قعدت تقريبا اكثر من ساعتين، ولكن ما قعدناش نحكيو ربع ساعه علاش نحوالك، الباقي الكل ملاحظات. تعرف وانا داخل من تونس عرفت كذا وعلاش مش هكا وعلاش ما جيتش هكا وعلاش يا ودي، قلت له انت تو جاي على موضوع معين. معناها يعني الناس هذه حبيت نقول لك بالضبط في داخلها في تركيبتها في ثقافتها. ثم انه العمل الكشفي والكشافه احنا نعرفه، بالمناسبه هذه نحب نترحم على سي علي غديره اللي هو كان الرئيس اللي معناها الكشافه تونسية، سي علي غديرة القائد العام، يعني اللي خدم خدمة كبيرة ياسر، ونعرفه بالضبط سي علي غديرة الكلمة اللي قالها من خلالها هي بن علي نحا وزير،
كي جاء وزير الصحة بعد ما 87 وتخلى المستير في إطار تكسير برشا حاجات قاموا في كلية الطب. وقالك الكلمة الشهيرة أخذتها لابريس وبعد أخذتها الباريزيان هبطتها، قالوا ليس بمثل هذا الخطاب تعالج الصحة يا سيادة الوزير. فالكلمة معناها كلمة جاية بعد، قالوا له في حوار كيفاش جبت الكلمة، قال لهم أنا كشفي يعني عندنا الفيزيون وعندنا الخدمة تاع التيران وعندنا الاستشراف. فتحية كبيرة للناس اللي هذوما نعتبروهم احنا الأساتذة نتاعنا ونتعلموا منهم. ملهمين، يعطيك الصحة، شكرا لك سي بولبابا. محمود نكمل نخلي لك الكلمة على نشاطكم. حبيت نحكي الأنشطة نتاعنا، معناتها ديجا كان عندنا تدخل في المكاتب البريد، تنظيم صفوف، مساعدات في تعمير حتى الأوراق، معناتها تعقيم المكاتب. كيف في العمل باللجنة الجهوية لتجميع المساعدات، المداخلة متاعنا كانت في التعليم، في التوزيع، في التعقيم، زاد في التنظيف، زاد حتى المكان متاعنا. عدد القادة متاعنا أكثر من 25 قائد. كما يحكي على الاستراتيجية، احنا عندنا الاحتياط، خاصة نعرفوا الفترة هذه معناتها إن شاء الله نعديوها على خير، تطلب منا معناتها جهود، معناتها لازم توزع الجهود نتاعك على طول الفتره. وحبيت هوني بصراحه عبد السلام، حبيت نشكر القاده نتاعنا، معناتها من محمد البنزرتي لذوم الشباب هذايا، محمد البنزرتي، رياض غديره، مهدي البنزرتي، ساره الازرق اللي تجي من منزل النور، نريمان النجار، زاد كيف معناتها اسمها عندك ثلاث سنين ونقول لك عليه تنطق بالغلط سي محمود. نريمان اسمها نريمان، نجيب بنايه ونسميها كيكا. محمد الشاوش، ماهر بزقر، القائد ماهر بزقر، احمد القائد المازري، احمد اللي هو معلم، سي حاتم عبيد اللي هو موظف في الاداره نتاع الصحه. حبيت نقول هوني في الاخر بكليكا، راهو احنا كي نحكيو على المثلث البكري تحكيوا عليه، المثلث اللي فيه الإدارة وفيه المجتمع المدني وفيه الخواص، راهو المثلث هذا معناتها ما ينجم يخدم إلا بال معناتها سينرجي، ما بقى سينرجي يعطيك الصحة. وخاصة نعود نقول الفترة دي معناتها أول مرة في العالم نجابه وباء في فترة العول، في فترة العول اللي معناتها تعرفش معناتها كلمة عول، إن شاء الله معناتها نتعدوها على خير. حبيت في نفس الوقت معناتها نشكر كل من طلب مش يكون معانا زاد، فهمت، خاطر ياس الناس معناتها توعت وجيت وحبت تكون موجوده. الاكيد جدا كونه يزم يكون الفضاء، يزم يكون معناتها يسعى الجميع، ولكن زاد لازم نحافظوا على صحة نتاع المتطوعين. بالضبط، صحة المتطوعين، وذاك علاش معناتها احنا نقسموا في الجهود نتاعنا، ما نكونوش موجودين معناتها الناس كل كيف. باهي، خليني نسألك توا سؤال معناه حير برشا من الناس لمزيد الطمأن. البارح كان ضيفنا محمد أمين سيادي، زميلنا الإعلامي بذات المستير وعنصر فاعل في المجتمع المدني، واللي هو بيدو عضو في اللجنة المحلية، وحكى على قال معناها راهو اتهنى وراهي المساعدات ماشية لبلايصها، راهو الناس قاعدة تخدم معناها بقلب وبرب. والحقيقة مشينا يسري، مشيت اليوم وشفنا كيفية سير العمل بمركز التجميع. معناها لمزيد الطمأن أكثر للناس اللي تسمع فينا، المساعدات اللي قاعدة تجي معناها كيفية التعامل معها وكيفية توزيعها بالتساوي طبعا بالنسبة للكرادن الكل وبالنسبة للناس الكل، هذه حاجة، ومن بعد ماشي لبلايسها ولا لا؟ أكيد جدا. يعني معناتها خليني نحكي على الحاجة اللي تخصنا احنا، خاطر احنا رحنا كي نحكيه على كشافة راهو ما نحكيه إلا على الحاجة اللي تخصنا بصراحة، ما نحبش ندخل في ياسر حاجات أخرى إلا ما تخصناش. إلا نعرفوا أني كونوا احنا موجودين باش في عملية الترتيب، ومعناتها باش تكون كل معناتها كردونة موجودة كما أختها ساعة، ومن هوني معناتها نجم نطمن كل الناس. تقريبا الكردونة فيها أكثر من 60 دينار، هذا اللي نجم معناتها كي نقيم. إضافة لذايا راهو وقت اللي باش تخرج المساعدات باش تخرج بالقائمات الموجودة اللي تم توحيدها معناتها وبعد المراجعة، وديجا اليوم كانوا يراجعوا في المعتمدية في كل القائمات. هذه النقطة نجم نتأكدها، وتواجد المجتمع المدني غادي هو الضمان للشفافية، هذا كان علاش الجمعيات موجودة. ونأكد لكم معناتها
كونه ما خرجت حتى حاجة وما بيش تخرج حتى حاجة إلا في وقتها. واضح واضح. شو في بلاستها وليه سيد الوالي كان حاضر باش اطمن على كل اللي كانوا حاضرين معاه برشا. نجم لكم مريتهم زاد اليوم أكيد وراء وراء كيفيت معناتها التعبية نتاع كل هذا هو هذه الحاجة اللي تخصني صراحة. نسعى سلام ما نجمش نحكي على حاجة أخرى لا هو شوف عبد السلام هو للتاريخ احنا نعرفوا احنا من قبل ما كانوش فما برشا كما تو اليوم جمعيات تاع مجتمع مدني ومتاع انشطه. كنا الكشافه التونسيه المصايف والجولات وكانت الشبيبه المدرسيه ومنعرفش هكاك بعد زيت المضايف معناها مش حاجات كبيره. والكشافه كانت قبل هي معناها محسوبه على المعارضه معناها بالنسبه للناس اللي كانت معناها شويه معناها كشافه الاسلاميه بعد ولات كشافه معناها على اساس انا هي كانت معناها انا نتفكر من الحاجات اللي بالحق معناها كانت زيك الفخر نتاع زي خلاف. احنا كنا نمشيو نعملوا مخيمات في الغابه نعملوا مخيمات في جبوله. ما كناش نعملوا سبور في جبوله كنا نعملوا مخيمات والمخيمات هذيك معناها كنا فيها معناها الحقيقه مخيمات الخراشيت تعلمنا فيها نباتوا في الخيام ونطيبوا على النار ما تذوبوش الكوليسترول نعملوا شويه نذوبوا بطريقه اخرى. احنا كنا ونقوموا في الليل عقبه الليل معناها نقسموا العسل والحراسه والعلم كان بالنسبه لينا مقدس مقدس معناها فما معناها يعمل هجوم معناها فرق اخرى نتاع كشافه او حاجه مثلا جواله. احنا كنا في كشافه كانت فما جواله تهبطنا او كنا معناها اشبال احنا وقت اشبال تقريبا هبطتنا الجواله وباش تهرب لنا بالعالم. تعرف اذا كان يهربوا لك بالعالم نتاعك تطبق المخيم وتروح معناها بالنسبه لينا كان عندنا العالم في المخيم كان اهم حاجه في المخيم هذاك. مع العلم انه تفكرها منيح في زياره من زيارات الزعيم الراحل حبيب بورقيبه رئيس الجمهوريه المستير وقتها واحنا معناها هكا موج خرجنا بالحق نحكي حاجه معناها نتفكرها شي خليها اي معناها كيفاش احنا بالزي وهكا زينا احنا وقت السوريه الزرقاء والفولاره الحمراء فهمني كيفاش يعيطونا البوليسيه اخرجوا انتم على الكشافه بزين انتم تعاونونا باش نشدوا الفول معناها واحنا فرحانين وفخورين اللي احنا الوحيدين وراء البارير معناها نعاونوا هذاك الزي نتاع الامن واحنا الزي نتاع الكشافه معاهم معناها واحنا ولادنا كصغار نوقفوا في العباد معناها خليت ذكريات حلوه بس وخلت لنا معناها زرعت فينا الوطنيه والعمل التطوعي وحب الوطن وحب الاخر والانسانيه واللي تتصور في بالك الكل معناها نفنا القيم اللي هي مفقوده هو في مجتمعنا اللي صاحبوا المجاهد الاكبر هما مع الكشافه قادت وكيف كان يحب الصغار الكل في كل نشاطاتهم الشبابيه كل كان يشي خالهم باهيت. نشوفوا مصطفى شنو عنده يضيف بالنسبه للعمل التطوعي اللي الحاجه به تحسب الكشافه وتحسب اكثر الجمعيات اللي نحن على طول العام موجودين يعني كشافة في العطل المدرسية موجودين في الصيف موجودين حتى في الرحلات يعني في تونس بكلها وحتى في خارج تونس مثلوا أحسن تمثيل بالنسبة للمنظمات وكما نحكي وكما كشافة كما المصايف والمضايف يعني هي منظمات عريقة جدا. ولكن فما شائبة اللي تحز في النفس اللي فما برشا عباد اللي مازالت ما تعرفش معناها عمل تطوعي. وقت اللي يشوف انسان يجي نهار ونهارين يعمل تصوير هبط على الفيسبوك ومن بعد هو يقول لي كاني تطوعت فم برشا ناس باش تنبهر به. ولكن ما تتصورش اللي هم مش يقعدوا منخدعين على طول. راهو العمل التطوعي مش مناسبتي يعني جيت اليوم هزت كاردونا عملت بها ولا جبت سطل طفيت بها حريقه ولا جيت انت عملت بحثة واحد فقير عملت معها تصوير بوزيت باش تظهر روحك انت كما برشا فنانين يعني ولاو وراء في الظلام يحبوا يحيروا على اساميهم معنا اخي يعني نستعملوا لهنا اللغه الدارجه مثالش يحبوا يحيروا على اساميهم يقول لك يعني نمشي نعم حتى لتو فهم برشا عباد اللي هي ما عندها حتى علاقه بالعمل الميداني والعمل التطوعي لا لشيء جات خذت تصور هذه راهو ما تنجمش تنحى هذه ما تنجمش تنحى محمود نرجع لك سي عبد السلام. راهو كي نحكيو على التطوع راهو مثلا كي نحكيو على معناتها العشيره الطلابيه راهو عندنا اكثر من 2000 من 1050 تدخل في العام. ديجا انت كنت موجود في حاضر معاك كوش كليه الاسنان طب الاسنان اكثر من 1050 تدخل في العام كي نحكيو معناتها على
مفهوم التطوع راهو مفهوم التطوع كما كنت نحكي راهو معناتها مش متقراش راهو من اللي انت صغير يتغرس يولي حاجه انيه معناتها تولي حاجه بالضبط ما مش كيفاش نقولوا معناها داخل ما تنجمش ما تفهمش كيفاش معناها وحدك وحدك تلقى روحك في وسطها وسعيد كانك تلت بها بالضبط معناتها كي تحكي سيوسني على المخيمات وعلى الخرجات الكشفيه وعلى كل كي راهو معناتها الانسان اللي يخرج مره برك ما عادش ينجم ما عادش يخرج فهمتها اضافه لهذا راهو العشائر نتاعنا تعرف الفخر نتاعي قبل شنو كنت انا الاكثريه انا اللي يخبيوا عندي العلم معناها انا في المخيم اني انا مسؤول على اني باش نوصل العلم معايا للمخيم معناها الحقيقة كان حاجة معناها تتربى تحب العلم يولي العلم ما عندك أهم حاجة معناها بالنسبة لي باش ننزل العلم وين يلزمني نخبيه عندي ويلزمني نوصل به للمخيم وين يولي نمده في الأخر القائد باش يتعلق في السارية وقتها باش نعملوا له ساحة العلم وكل يوم تحية العلم وفي تطليع العلم وفي إنزال العمل معناها كانت حاجة أخرى العشرة معناتها مثلا معناتها بقدرة الإله باش تراو الأنشطة نتاعها على قريب معناتها باش تكون التدخلات نتاعنا معناتها وخاصة زاد كيف كيف مع أزرقون الكبير باش نخدموا ياسر مع أزرقون الكبير في النقطة هذه معناتها باش تكون سيبلي معناتها باش تراو ياسر معناتها حاجات في الثقافة البحرية فهمت من هوني بربي معناتها فما إنسان العميد فتحي معتوق القائد فتحي معتوق السيد هذا راهو انسان وفر لنا معناتها كما الفضاء معناتها خلينا ننشطوا في كليه طب الاسنان معناتها راهو تحيه خاصه ليه استاذي وعميد كليه طب الاسنان بالمناسبه على القائد الجهه معناتها سي محفوظ معناتها مرزوق بارك الله فيه زاد كيف معناتها الناس هذوما راهي قاعده تقدم وقاعده تعطي ومفهوم العطاء مش سهل لازم من صغير معناتها فما حاجه اللي برشا من الناس بذات ربيع ما يعرفوهاش في الكشافه اللي تطيح الالقاب اش معناها تطيح الالقاب معناها محمود نعيط له قائد محمود بالرغم محمود ينجم يكون هو رئيس مدير عام تاع شركه أكيد. لكن في الفصل الكشافه ما عادش فما مدير عام شركه وزير ورئيس وفرد عادي وعاور تنظيف ولا نو هذا كل كي يتنحى تقعد كان لقب القائد والطب نتاعنا في الكشافه الكشافه جوال وقائد وشبل وعريف والعريف والعمل الميداني العمل الميداني يتطلب كونك تطبق ساعه قبل كل شيء تطبق الاوامر شنو معناتها تحديدا يوفى الحديث ما عادش فما حديث ساعه نخدمه وبعدها نحكي فماش معناتها كالنقاشات اللي راهو فيها تو تخدم بعدها نحكي هذا هو الزاد معناتها مش الجيش يعني هي صيغه مصغر على الجيش بطبيعه الحال يعني 82 85 85 رجعت فتره من احلى الفترات يعني دخلت الكشافه 84 وقت عمري 5 سنين باهي محمود مازال لنا تقريبا 3 دقائق قبل ما نرفع اذان صلاه العشاء شنو عندك ما تضيف باهي شنو عندي نضيف يعني نحب ساعه قبل كل شيء احنا في الفتره دي هي فتره معناتها حساسه جدا لبلادنا الناس كل اللي كنحسوا على بلادنا ونحبوا بلادنا من المنبر نتاعكم هذايا نطلب من كل اهالي خاصه نحكي على اهالي المونستير اللي رينا منهم تجاوب كبير جيتكم شهر ربي من زربوش في دي كونفينمون معناتها راهي فتره خلينا نلعبوا 90 دقيقه على حتى الوقت الضايق صح جيتكم شهر ربي معناتها من زربوش راهي وخلينا نكونوا ما نكونوش كيما ليكيب ناسيونال معناتها تجي 90 دقيقه وتماركوا لك زوج بونت ولا بونت فهمتها خلينا بربي معناتها نلعبوا 90 دقيقه كما قال يسري للفتره معناتها للوقت الضايع وخلينا نربحوا ورحنا كيش نربحوا نربحوا الناس كل كي مع بعضنا وراهو المطلوب هو تضافر جهود نتاع الناس كل كي معناتها كي نحكيو زاد معناتها اش معناتها تضافر جهود معناتها راهو في الاخر كل كي هي حياه وموت هيك ولا سي صحيح معناتها بعدها تو معناتها تجي المحاسبه وتو تجي كل كي تو محمود اللي يحب يقيد وحدته في الكشافه شنو يعمل باهي نجاوبوا بعد رفع اذان صلاه العشاء